شاركنا اليوتيوبر فريد الشهراني هالصور الحصرية له من المستشفى من بعد خضوعه لعملية جراحية على مستوى الأنف نظرا لمعاناته من الصعوبة في التنفس بسبب انحراف في الحاجز الأنفي واللي أثر بدوره على عملية التنفس، حيث أجرى كذلك فريد تجميل للأنف ولكن بشكل بسيط جدا. الحمد لله على السلامة لفريد. ليا حمزة عم بتشارك تطوراتها الصحية بعد تعرضها لحادث سيارة مريع جدا قبل أسابيع، حيث شاركت هالفيديوهين وهي عم بتحاول المشي بعد العملية الجراحية اللي أقامتها، وعم بتطمئن المتابعين كل يوم عن حالتها الصحية عن طريق صفحاتها على السوشيال ميديا. الله يشفيك ويعافيك يا ليا. أما عزة زعرور فولدت أول مولود لها قبل أيام قليلة واللي يحمل اسم شمس، حيث شاركت هالصور اللطيفة من المستشفى مع زوجها وعائلتها قبل مغادرتهم للمشفى، فألف مبروك لعزة ونور المولود يتربى بعزكم. أعلن كل من كريم ولين عن كتب كتابهم وعقد قرانهم مبارحة وأصبحا رسميا زوجا وزوجة، وكشفا أنهم برحلة البحث عن البيت والتحضير لحفلة العرس. ألف مبروك للين وكريم. ونورة الستار كمان أعلنت عن زواجها بشكل رسمي عن طريق الصور والاستوريهات اللي شاركتهم على صفحتها على انستغرام من جلسة تصوير مع زوجها. ألف مبروك لنورة الستار. من بعد غياب عن السوشيال ميديا لفترة بسيطة رجع رضا الوهابي من جديد، وهالمرة بمفاجأة جديدة من مفاجآته الرهيبة واللي تتمثل في سلسلة فيديوهات جديدة رح يعرضها على قناته على يوتيوب بعنوان بدل نهارك مع رضا الوهابي، حيث اختار الإعلان عن هالسلسلة على لوحة إعلانات بالشارع وعلق به رجوعنا هذا المرة غادي يدمر الدنيا، ترقبوا غدا أول فيديو للسلسلة. البرامج الرمضانية لليوتيوبرز كتيرة ومتنوعة هالسنة، في منهم مقالب طبخ وتحديات وغيرها كتير، ومن بينها برنامج دون ديل مع قصي، حيث فكرة البرنامج عبارة عن مقلب بعدد كبير من الانفلونسرز، حيث أضاف قصي طابع جديد للمقالب وأبدع بفكرة البرنامج الجديدة والفريدة من نوعها، ومن بين ضيوفه كان حسن الجملة، سيف الصفدي ولورنس المنسي. أما رغدة فاختارت أنا أزكى كاسم لبرنامجها الرمضاني، ومن هالاسم بنعرف أنه له علاقة بالطبخ. وأحمد مهاوش كان ضيف رغدة بمطبخها لأول حلقة من البرنامج. أما نور مار فاختار طابع التحديات واختار 2 في الخلاط كاسم لبرنامجه، وفكرة البرنامج هو استضافة عدد من المشاهير السوشيال ميديا ليتحدوا نور بتحدي الخلاط. ولانا محمد صديقته المقربة كانت أول ضيفة ببرنامجه. أما علي وهنادي الحلو مالح كان اسم برنامجهم الجديد، وفكرة البرنامج جدا مميزة، فإذا ما جاوبوا ضيوفهم على أسئلتهم اللي بيطرحوها عليهم بيضطروا أنهم يأكلوا الحلو مالح. أما عمر مسكون فتعودنا على مسلسلاته الرمضانية، فأطل علينا هالمرة بمسلسل جديد تحت عنوان رجعت كملت، واللي شفنا من خلاله مغامرات عيلة أم سوزان الجديدة الكوميدية. فشو هو أكثر برنامج يوتيوبر عجبكم لرمضان 2022؟ شاركوني رأيكم تحت بخانة التعليقات. معروف عن صداقة نور مار ولانا محمد القوية ودائما ما بيظهروها على السوشيال ميديا، أما البارحة فأثار الثنائي نور ولانا الجدل من بعد نشرهم لصور بعض على ستورياتهم على انستغرام وبشكل جدا غريب، وطلعت إشاعات كبيرة عنهم على أنهم بيحبوا بعض خاصة بعد هاي الحركة، فشو رأيكم أنتو؟ صبا شمعة تثير الجدل بتصريحاتها بمقابلة مع عادل محمد ببرنامجه على يوتيوب عادل بودكاست، واللي من بينها حديثة عن مشكلتها مع لمى المعايطة وتأكيدها على أنه في ناس استغلوا خطوبتها ووصلوا لغايتهم، والجدير بالذكر تقييمها الصريح لكل من نور ستارز ونارين بيوتي واللي علق عليه الجمهور وبكثرة هو طلبها من نارين بيوتي التواضع شوي. فشو رأيكم بتصريحات صبا الجريئة؟ نور ستارز ونارين بيوتي، من يقدم محتوى أفضل اليوم بالنسبة لي؟ صراحة نور بحضر لها فيديوهات ونارين فيديوهات، بس بحس كفكرة أقوى نارين. مين بتحسي مدخوله أكبر من اليوتيوب؟ نور. من أقرب إليك كصديق؟ نور. نصيحة على المستوى الشخصي بالنسبة لنارين؟ بس تكون هيك شوي متواضعة. شوي بالنسبة لنور ستارز؟ نور ما تعمل كليك بيت ولا تعمل عنوان ما لهش دخل في الحياة. كم بتقيمي المحتوى من 10؟ نبدأ مع نارين. نارين 7. نور مرات 6 مرات 8.
أما نور ستارز فأثارت الجدل بنشرها لهذا المقطع لصديقها المقرب كريم، حيث شافوا الكثير أنه عبارة عن تلميح لعلاقة حبهم، خاصة بعد تعليق رنا الدلا تي بي: حبيبتي الله يخليكم لبعض أنت وكريم، فشو رأيكم أنتو؟ أما أنس وأصالة فانتقلوا لبيت جديد بلوس أنجلوس، وهالمرة اختاروا بيت أصغر عن بيوتهم السابقة، وعملوا جولة ببيتهم على قناتهم العربية. ولكن وببداية الفيديو شاركوا لحظات مؤثرة جدا كانت بمثابة اعتذار لجمهورهم نظرا لانشغالهم شوي على القناة العربية وعدم تفاعلهم مثل السابق، ووصل الموضوع لدرجة بكاء أصالة بالفيديو نظرا لتأثرها من هالشيء. أما شيرو وسيدرا وشيرين فغادروا دبي قبل أيام وانتقلوا للسويد، فشيرين تواجدت بالسويد لتخلص الإجراءات الأخيرة وتأخذ أغراضها لنقلتها للعيش بدبي رسميا مع نارين بيوتي.